قاضي محمد، عندي حقيقة في هذا الباب مجموعة أسئلة، وبعضها حقيقة مزعج إلى حد ما. منها أن امرأة تقول أنها اتصلت بأرقام عشوائية، أو رجل اتصل بأرقام عشوائية بالهاتف فتعرف على امرأة بهذا، ثم تمادوا في الاتصال بالهاتف والجوال فيما بينهم وكذا، إلى أن تعاهدوا على الزواج على سنة الله ورسوله، والكلام ما زال مستمر بينهم بالهاتف لكنه لم يتم الزواج إلى الآن. ما حكم الكلام في ذلك؟ الهاتف لا يجوز للمرأة أن تتصل بأحد من الأجانب مطلقا، لا تتصل إلا بزوجها أو بأحد محارمها، ولا يجوز لها من باب سد الذريعة أنها تتصل بأي رجل أجنبي. جميل. إلا تجيب عن جواب واضح نظيف صحيح، فلان موجود قالت بيت فلان قالت نعم، فلان موجود قالت لا، هذا لا بأس. أما يا حياكم من الله ما عاد بتتصلش بني، هذا حرام حرام حرام.